والله هذا الحج اللي هو أول مرة واحد يحج له طعمه وله أحكامه، هذه حجة الإسلام. ولا يعني ذاك أن الإنسان إذا حج حجة التطوع أن يفرط فيها. يعني بعض الناس عندهم من الجهل لو صلى مثلا صلاة سنة نافلة لو فرط فيها هي كلها سنة. لا يا أخوان، ما يجوز. إذا تلبست بالإحرام وجب عليك إتمام، ولو كان حج تطوع ولو كانت عمرة تطوع. كان حج الإسلام ركن أركان دينك، اجتهد في أمور منها التفقه بحيث لا تقع في أخطاء. كم من إنسان يا أخوان أول حجة وإن أخطيت سويت كذا، ما رميت صح ولا ما متنا ولا ما فعلنا. احرص على أن تتفقه حتى تأتي بحج مبرور. هذه حجة الإسلام، انتبه يا من لم تحج، هذا أول مرة تحج. فتفقه وأخلص لله عز وجل، فإن الله يقول ولله على الناس. لله، ترى الحج لله، ليس للقيل والقال، ليس لكي يقال عنك، ليس معهم، ليس عن دفع كلام الناس عنك. يعني بعض الناس يقول خاف يسألون حجيت؟ لا ما حجيت. أقول كل الناس حاجة حتى ما حجيت، يمكن من باب الحي. لا لا، حج لله عز وجل، أخلص لله، تفقه، وإذا تفقهت اعمل بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قيل أنه قال في الحج خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. والملاحظ في فرق بين التعبيرين، لم يقل عليه الصلاة والسلام حجوا كما تروني أحج، كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني صلي، ولم يقل في الصلاة خذوا عني صلاتكم. فرق في فرق ولا لا؟ ماذا قال في الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني صلي. الحج قال خذوا عني مناسككم. قيل لأن ما في صلاة قبل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصلاة الشرعية، لكن في حج غير حج النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان في أكثر من حج والجاهلية عندهم ما أحدثوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا من هذا ولا هذا، خذوا عني مناسككم. ولما كان لم يكن أحد يصلي الصلاة المشروعة قبل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلوا كما رأيتموني صلوا. فهذا في الجاهلية، الناس تحج إلى يومنا هذا أشكال وألوان، أحكام كثيرة، خلافات كثيرة. إلى اليوم في ناس يحجون من المسلمين وغير المسلمين، يحجون إلى قبور أسيادهم إلى مزاراتهم حج، لأن الحج معناه القصد، يضعون وقت معين ويحجون إلى كربلاء إلى مش عارف أشياء كثيرة إلى اليوم. وفي ناس يحجون لبيت الله الحرام لكن أيضا على غير السنة. في ناس لعل رأيتم هذا، يعني ما نقول عنهم بالصوت والصورة، يرقصون معهم أدوات دفوف وفي عرفة يتقرب إلى الله عز وجل متصوفا في مثل هذه الأفعال. وفي ناس يتساهل، في ناس لهم صوفية ولهم رافضة، لكن طوال ساعة الحج ربما يتابع وسائل الإعلام، خاصة يسكن فنادق فاتح من مباراة لمباراة، من فيلم لفيلم، من برنامج لبرنامج، هو جاي حج. هذا مسكين فرط في هذه الساعات العظيمة. هذه حجة الإسلام، وحتى حجة التطوع. صور الله عز وجل يباهي الحجاج الملائكة، يقول هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا وغرقا من كل فج عنهم، فيشهدهم أنه إيش؟ يغفر لهم لا إله إلا الله. شيء عظيم هذا. هذا موسم عظيم من مواسم الخير. حتى غير الحاج لو صام يوما واحدا يوم عرفة فإنه يكفر له سنتين يوم واحد. فكيف عاد الحاج إذا حج ولم يرفض ولم يفسق؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته. فالذي أذكر بنفسه إياكم استغلال هذه الأيام العظيمة للحاج وغير الحاج. يعني حتى بعض الناس حاج لكن يتأخر، طيب في أيام ترى قبل الحج يمكن يروحوا في اليوم الخامس، طيب في 4 أيام، هي أعظم أيام العام فضلا. ما من أيام العام الصافية حب إلى الله من هاي العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمال نفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أيام عظيمة، حتى أن الله عز وجل على الصحيح أقسم بها في قول تعالى والفجر وليالي العشر، يعني عشر إيش؟ الأولى من ذي الحجة. ف
فهذه نصيحتي يا أخوان، أن نستغل هذه الأيام في طاعة الله عز وجل. ويمكنك يا أخي الكريم أن تأمر بالمعروف عن المنكر، الناس بحاجة ماسة، مساكين المسلمين عندهم أخطاء كثيرة، فأنت يسر تنصح هذا، تبين لك هذا، تنبه هذا، هذا شيء طيب عظيم تقرب به الله تبارك وتعالى. نعم.